نعم، في هذه اللحظات الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة هنا على مقربة من المكان الذي نتواجد فيه. هذا المكان لا يبعد سوى 200 متر تقريبا، تم نقل عدد من الشهداء. هذه الغارة الآن المصور الزميل أحمد، يعني سنحاول بالكاميرا الآن أن نسلط الضوء على أعمدة الدخان التي ما زالت تتصاعد على مقربة من المكان الذي نتواجد فيه في مجمع الشفاء الطبي. غارة إسرائيلية هنا في منطقة شارع الوحدة في مدينة غزة، تبعد عن مجمع الشفاء الطبي بالتحديد 200 متر فقط. أصوات هذه المرة، مرتين قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإغارة على هذه المنطقة. أعمدة الدخان الآن ما زالت تتصاعد. المعلومات المتوفرة لدينا أن هناك استهداف لشقة سكنية على مقربة من المكان الذي نتواجد فيه هنا في شارع الوحدة. نشاهد أعمدة الدخان ما زالت تتصاعد منذ 5 دقائق إلى الآن. إذن الاستهداف هو لخلايا شمسية في أحد البنايات التجارية في شارع الوحدة، تبعد فقط 200 متر فقط. هذه العمارة هي عمارة التي تم استهدافها، هي مطعم وكافي الروف. هنا هو مطعم وكافي، تم استهداف سطح هذا المكان به خلايا شمسية. أعمدة الدخان تتصاعد، الطواقم الدفاع المدني لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الصعود وإطفاء هذا الحريق، نظرا لأن هناك قد تكون هذه الصواريخ التي سقطت على هذه البناية هي تمهيد لاستهدافه بصواريخ F-16 وتدميره بشكل كلي. لذلك الطواقم الدفاع المدني الآن تقف على المفترق، تحاول جاهدة عدم التقدم لأن هناك خشية من استهداف هذه البناية بشكل كامل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. لكن أعمدة الدخان تتصاعد في هذه اللحظات من هذه البناية التجارية في شارع الوحدة في وسط هنا في غرب مدينة غزة. أعمدة الدخان ما زالت تتصاعد بشكل كبير جدا، وحتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع الاقتراب، والأعمدة تتصاعد بشكل كبير جدا، ربما تشاهدون معي في الصورة وتزداد وتسمعون جداً. أصوات سيارات الإسعاف محمد، هي نعم، هي تبعد جداً. عني فقط، وهنا نذكر تبعد عني الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام وهو يقول بأن مجمع الشفاء الطبي به موقع أو قيادة لحماس، وبما أننا نرى هذا القصف القريب، يعني ربما إذا ما انحرفت هذه القذيفة كانت لتصيب المستشفى. إلى أي درجة أنتم كصحفيين والأطقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي عندما تحصل هذه الغارات القريبة تشعرون بالتهديد؟ يعني نحن نشعر في التهديد في كل لحظة، في كل ثانية، في كل دقيقة. نحن لسنا في منأى عن هذه الصواريخ الإسرائيلية. أكثر من 35 صحفيا استشهدوا منذ بداية هذه الحرب الشرسة، آخرهم كان الزميل أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين، استهدف هو ومنزله. نحن نعي جيدا بأن هذه الحقيقة التي ننقلها ربما ندفع ثمنها في أي لحظة، وهذا قدر الفلسطيني هنا في قطاع غزة. نحن كنا دائما ما ننقل الخبر، لكن بتنا نحن الخبر نفسه، ونحن الذين كنا نقول أن هناك غارات إسرائيلية على أحد المنازل، بتنا نقول أن بيوتنا هي المنازل التي تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية. كنا نحكي أن هناك عدد من الشهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وإذ بأن هؤلاء الشهداء هم يعني أهلنا وأسرتنا وأبناؤنا وأقاربنا. الآن أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف جدا لأنه لا أحد يستطيع الوصول وإطفاء النيران في هذه البناية، وربما يكون بها عدد كبير من السكان. الطابق الأخير هو الذي تم استهدافه في منطقة شارع الوحدة، ومن الصعب جدا أن يتم الصعود، لأن قلنا ربما هناك يكون استهداف للطواقم الطبية أو طواقم الدفاع المدني في حال اقتربت من هذه البناية التجارية التي تضم مؤسسات ومحال تجارية وأيضا مكاتب لمؤسسات عدة. الآن هي تم استهداف الطابق الأخير، ولا تستطيع يعني بغض النظر سواء كان هناك معدات أو لا يوجد معدات، ليس من السهل أن تتقدم طواقم الدفاع المدني، لأن هناك خشية عندما تدخل هذه الطواقم
أن يتم استهداف البناية بشكل متعمد على هؤلاء الطواقم، لأنه في كل مرة كان هناك استهداف متعمد لطواقم الدفاع المدني. أعمدة الدخان لا تتوقف، الطابق الأخير في هذه البناية يحترق بشكل كامل في هذه اللحظات، هو لا يبعد عنا في مجمع الشفاء الطبي سوى 150 متر بالضبط. الدخان تشاهدونه في الصورة يزداد بشكل كبير جدا، لا يوجد بالأصل معدات لطواقم الدفاع المدني من أجل إطفاء الحرائق في أماكن مرتفعة أو أماكن عليا. نحن الآن ما زلنا نشاهد، ربما يتم استهدافه مرة أخرى لهذه البناية بشكل كامل من قبل الطائرات الحربية. الطواقم وسيارات الإسعاف تقف على مقربة هنا أمام مجمع الشفاء الطبي، يعني ألا الآن أشاهدها ونحن نتواجد، هناك عدد من السيارات تتواجد الآن ونسمع أصوات سيارات الإسعاف، ربما قد أحضرت أحد من محيط هذا المكان الذي تم استهدافه. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف بالمطلق طيلة ساعات الليل وحتى صباح اليوم، حتى من ذهبوا لدفن الشهداء استهدفوا في مقبرة في بيت لاهيا شمال القطاع بشكل متعمد وهم يحملون شهداء، فبات الشهيد يحمل شهيد ولا أحد يعني يستطيع الاقتراب منهم، لأن إسرائيل باتت تقصف كل شيء ولم يسلم أحد. سيارات الإسعاف تقف الآن بشكل وبأعداد كبيرة على مقربة من هذا المكان الذي تتصاعد الأعمدة الآن بشكل أكبر وأكبر بكثير، أكبر بكثير مما هي عليه الآن. نشاهد هذه الأعمدة تتصاعد وسيارات الإسعاف الآن يعني هناك خشية من استهدافها، فهي تقف على مسافة تبعد 100 متر تقريبا يعني أمام المجمع بالتحديد، خشية من أن يتم استهدافها. الطواقم في الجو؟ نعم، الطائرات تحلق بكثافة، هنا أطلق صاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية تجاه هذه الشقة في الطابق الأخير من هذا من هذه البناية اسمها عمارة الروف، تحتوي على تقريبا 7 طوابق. الطابق الأخير هو الذي أصيب بهذه القذائف الصاروخية التي أطلقت تجاه هذا البناية، هي تبعد 150 متر، الأعمدة تشتعل وهناك أيضا ربما ستشتعل في الطوابق الأخرى، لأنه لا يوجد أي أحد يريد يعني أو هناك خشية من استهداف طواقم وتم استهدافهم خلال الأيام الماضية. نحن نتحدث عن أكثر من 125 شهيدا من الطواقم والكوادر الطبية استشهدوا جراء عمليات إنقاذهم وإسعافهم للمصابين والشهداء، وهناك خشية حقيقية على استمرار استهدافهم. نحن نتحدث عن أكثر من 25 سيارة استهدفت بشكل كامل وتعطلت وخرجت عن الخدمة. أعمدة الدخان تتصاعد إلى هذه اللحظة.